السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طالبات الحبيبات، طالبات الصف الخامس. إن شاء الله اليوم نحل مع بعض تدريبات الوحدة 11، وكان هدف الوحدة التحويل بين وحدات الطول المترية والسعة المترية والتحويل بين وحدات الكتلة. نتذكر مع بعض وحدات الطول المترية. عملنا سلسلة لتسهيل علينا حل التمارين والتدريبات، الكيلو متر والمتر والسنتيمتر والمليمتر، من كيلو متر المتر ملتبلاي 1000، من متر السنتيمتر ملتبلاي 100، من سنتيمتر المليمتر ملتبلاي 10. وتعودنا ان احنا عندما تحويل الوحدة الكبيرة للوحدة الصغيرة نضرب من مليمتر السنتيمتر ديفايد 10، من سنتيمتر المتر ديفايد 100، من متر الكيلومتر ديفايد 1000. عند تحويل وحدة صغيرة لوحدة كبيرة بنقسم. نبدأ مع بعض مثال 1، حول 5.4 متر إلى سنتيمتر. من متر السنتيمتر نضرب فيه أحسنتم 100، إذا 5.4 ملتبلاي 100. عند ضرب كسر 10 في 100 بنحرك البوينت اتجاه اليمين مرتين، مرة وجدنا رقم 1، إذا نضع 0 نحرك البوينت مرتين يكون الناتج 540. مثال 2.7 كيلومتر بتساوي كام متر؟ نريد تحويل الكيلومتر إلى متر. عند تحويل الكيلومتر المتر نضرب فيه 1000، 2.7 ضرب 1000. عند ضرب كسر 10 في 1000 بنحرك البوينت اتجاه اليمين 3 مرات، ادي كده مرة، نحط صفرين لتحريك البوينت 3 مرات، اذا الناتج يكون 2700. مثال 7435 سنتيمتر بتساوي كام متر؟ نريد تحويل من سنتيمتر إلى متر، نقسم على أحسنتم 100، إذا 7435 ÷ 100. عند قسمة أي عدد كلي على 100 بنضع البوينت بعد رقمين، إذا 74.35. نتذكر مع بعض وحدات السعة. قمنا سلسلة لتمثل وحدات السعة وهي اللتر والملي لتر. من تحويل اللتر إلى ملي لتر ملتبلاي 1000، من ملي لتر للتر ديفايد 1000. نيجي مع بعض نحل مثال 1، نريد تحويل 6 لتر بتساوي كام ملي لتر؟ من لتر الملي لتر من وحدة كبيرة لوحدة صغيرة نضرب في 1000، إذا نضرب 6 ملتبلاي 1000 إيكوال أحسنتم 6000 ملي لتر. مثال 2، 0.15 أو 15% لتر بتساوي كام ملي لتر؟ نضرب أيضا من لتر الملي لتر نضرب في 1000، إذا نضرب 0.15 ملتبلاي 1000 إيكوال، عند ضرب كسر 10 في 1000 بنحرك البوينت اتجاه اليمين 3 مرات، مرة 2 نضع 0 البوينت طلع بره، إذا الناتج 150 ملي لتر. مثال 4، 900 ملي لتر بتساوي كام لتر؟ نريد تحويل الملي لتر إلى لتر، نقسم على 1000، بنطير صفرين مع صفرين، يتبقى عندي 9 ÷ 10، نضع البوينت بعد أحسنتم
رقم واحد. اذا الناتج 0.9. نتذكر الكتلة وكانت تمثل كيلو جرام جرام ملي جرام. اتفقنا ان كيلو جرام لجرام ملتي بلاي 1000، من جرام لملي جرام ملتي بلاي ايضا 1000، من ملي جرام لجرام ديفايد 1000، من جرام لكيلو جرام ديفايد 1000. نبدأ مع بعض نحل مثال 1، مثال 2. 3000 ملي جرام بتساوي كام جرام؟ من ملي جرام لجرام احسنتم نقسم على 1000، اذا 3000 ديفايد 1000. اتعودنا لما يكون المقسوم عليه فيهم اصفار بنطير الاصفار، نطير 3 0 مع 3 0، اذا 3 ديفايد 1 ايكوال 3. نيجي مع بعض مثال 3. 560 جرام بتساوي كام كيلو جرام؟ نريد تحويل من جرام لكيلو جرام، نقسم على 1000، بنطير الزيرو مع الزيرو. 56 ديفايد 100 عند قسمة أي عدد كلي على 100، بنضع البوينت بعد رقمين، إذا الناتج 0.56. مثال 4. 0.17 جرام بتساوي كام ملي جرام؟ من جرام لملي جرام ملتبلاي 1000، اذا نحرك البوينت 3 مرات، مرة 2 نضع 0، يكون الناتج 170. نيجي مع بعض نفتح بيج 280 بمثال 1. يريد علي وضع السياج حول حديقته المثلثة، نضع خط تحت كلمة حديقته المثلثة. الشكل: إذا كان طول كل ضلع 6 أمتار فكم سنتيمترا من السياج يحتاج علي؟ نلاحظ هنا ان طول الضلع من حديقته المثلثة بالامتار، ويريد عندي تحويل الامتار الى سنتيمتر. عارفين كلنا المثلث يوجد لديه كم ضلع؟ احسنتم 3 اضلاع. اولا الخطوة الاولى تحويل 6 امتار الى سنتيمترات. 6 عند تحويل من متر لسنتيمتر نضرب في 100، اذا 6 ملتي بلاي 100 بتساوي 600 سنتيمتر. لكن بعد تحويل من متر لسنتيمتر هو يريد فكم سنتيمتر من السياج يحتاج علي؟ لاحظنا في اول المثال ان حديقة علي مثلثة، والمثلث يتكون من 3 اضلاع، اذا نضرب 600 ملتي بلاي 3، وال 3 هنا بتخص 3 اضلاع المثلثة او 3 اضلاع للمثلث، بتساوي صفرين ينزلوا في الناتج 6 ملتي بلاي 3 ايكوال 18. اذا 1800 سنتيمتر نحتاج من السياج. نيجي مع بعض بيج 281 مثال 1. كتب على ملصق التغذية الموجود على عبوة حليب أن الكوب الواحد من الحليب يحتوي على 7 جرامات من البروتين، كم ملي جرام من البروتين يحتوي الكوب الواحد؟ نريد هنا في السؤال تحويل الجرامات إلى ملي جرام. عند تحويل من جرام إلى ملي جرام نضرب في 1000، إذا نضرب 7 ملتي بلاي 1000 إيكوال، أحسنتم 7000، إذا الاختيار دي.
نيجي مع بعض مثال 5 ايضا بيج 281. اشترى خالد 4 لترات من عصير الفاكهة لحفل عشاء. قدم العصير في اكواب ساعته الكوب الواحد 200 ملل. ما عدد الاكواب الممتلئة بعصير الفاكهة التي قدمها خالد؟ نلاحظ ان خالد اشترى 4 لترات من عصير الفاكهة. قدم العصير بالمللترات. اذا نحول اللترات اللي عندي وهي 4 الى مللترات، اذا نضرب في 1000. 4 multiply 1000 equal 4000. نلاحظ ان سعة الكوب الواحد وهي 200 ملل، وانا عايز اعرف عدد الاكواب الممتلئة بعصير الفاكهة التي قدمها خالد. اذا نقسم 4000 divide سعة الكوب الواحد وهي 200 ملل بتساوي، هنطير صفرين مع صفرين، 40 divided 2 equal احسنتم 20 كوبا. اذا عدد الاكواب الممتلئة بعصير الفاكهة التي قدمها خالد هي 20 كوبا. بكده يكون انتهينا من الوحدة 11. ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وان شاء الله في فيديو اخر نستكمل بداية الوحدة الجديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.